بسم الله الرحمن الرحيم. ده يعتبر الاوردر الرابع من موقع اي هيرب. قبل ما نبدا في فتح البوكس كنت عايز بس في هنا لقطه عجبتني قوي، ان ديت زي فيرفايت كده او توثيق لخامه الكرتون اللي بيبعتوا فيها الايتيمز بتاعتهم. يعني سبحان الله، يعني حتى الناس دي دقيقه ومنظمه لدرجة احنا ما نتخيلهاش، ان هما بيحطوا معايير معينة مواصفات للكرتون اللي بيتبعت فيه الحاجة. يعني زي ما انتوا شايفين كده الكرتون ما شاء الله، تحس ان هو مش متهان، مش مضرور، مش مقطوع، مش متبهدل. وده برضو يعني ان كان حاجة بسيطة ولكنها تعلي الرانك بتاعهم والتقييم بتاعهم. طبعا زي ما تعودنا ان هو بيبقى فيه الشريط الابيض اللزق ده مكتوب هنا opened and resealed by customs، يعني بيقول لك احنا للامانة يا استاذ بنقول لك ان هو اتفتح عن طريق الجمارك. يعني هو البوكس بيوصل مقفول من اي هيرب في امريكا لحد مصر، ولكن للأمانة تم فتحه عن طريق الجمارك عشان خاطر الجمارك يقيموا الحاجة ديت ويعرفوا ايه هي بالظبط. نبدأ كده بسم الله. المقص المعتاد بتاعنا. طيب، والغريب بالنسبة لي شوية المرة دي ان هما بعتين نسختين من الورق، بعتين نسختين من الورق. استنوا بس كده اما ايه اعدل السلك ده. بعتين نسختين من الورق زي ما شفنا في الفيديوهات السابقة، كان المعتاد ان هي بتبقى نسخة واحدة، المرة دي بعتين نسختين. مش عارف ليه، هل مثلا كان عندهم زيادة في الورق او حبر زيادة مثلا في ماكينات الطباعة فعايزين يطبعوا ورق كتير، ولا هل في ورق زيادة؟ معرفش. ده الورق المعتاد اللي بيتبعت كل مرة. تمام، وهنا في الناحية دي برضو حاطين ورق تاني معرفش ايه هو. نفتح كده بسم الله. اعتقد ده الفواتير بتاعت اي هيرب نفسها، و هي الفواتير بتاعت اي هيرب نفسها اللي بتبقى جوه البوكس. نسيبنا بقى من الورق دوت ونيجي نفتح البوكس نفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. هو بصراحة القطر هو اللي بيسعف في المواضيع دي، ولكن مش عارف دورت عليه ما لقيتوش، حسيت انه تايه. طيب كده المقص، شكرا. دي بتحمي شويه من الارتطام او من الخبطات. تمام، دي المنتجات اللي جبناها في الاوردر ده، الحمد لله وصلت بخير وسلام. خدت مثلا من اي هيرب لحد مصر هنا تقريبا خدت 3 ايام عمل في الوصول، واجراءات هنا في مصر خدت حوالي 10 ايام لحد ما وصلتني في البيت. هغير وضعيه الكاميرا ونتكلم مع بعض وهعرفكم ايه هي المنتجات والتكلفه والقصه دي كلها. السلام عليكم ورحمه الله. ازيكم يا شباب؟ ان شاء الله يكون الكل بخير. اهلا بيكم في رابع اوردر اعمله لموقع او من موقع اي هيرب. موقع اي هيرب موقع امريكي متخصص في بيع المكملات الغذائية. انا اشتريت منه 3 مرات قبل كده، والحاجة وصلتني من امريكا الى مصر، وفي كل مرة كنت بنزل فيديو عشان خاطر الناس تستفيد بالتجربة بتاعتي. انا مش بعمل دعاية لموقع اي هيرب، مش بعمل معايا لشركة الشحن DHL، انا مش بعمل دعاية لاي منتج من المنتجات اللي انا بظهرها في الفيديوهات بتاعتي، ومش هتكسف لو انا بعمل دعاية هتلاقوني كاتب في الفيديو من تحت ان الفيديو دوت يحتوي على اعلان مروج او اعلان مدفوع. لكن اللي انا بقوله ان انا ما بعملش دعاية، دي حاجات انا بجيبها استخدام شخصي ليا انا، وحابب ان انتوا تستفيدوا من التجربة بتاعتي. الاوردر بتاع المرة دي رابع مرة من اي هيرب كان بيحتوي على الاتي.
اول حاجة منتج بي سي دبل اي لشركة ماسل فارما بطعم البطيخ ووتر ميلون. طعم البطيخ في البي سي دبل اي بصراحة في منتجات تانية كان جربتها كان طعمه جميل جدا، ما جربتش ماسل فارما قبل كده، فاتمنى انه يكون طعمه كويس. طبعا البي سي دبل اي مجموعة من الأحماض الأمينية الهامة جدا، دار عليها جدل خلال الفترة الأخيرة عن مدى جدوتها، أن هي فعلا مهمة مش مهمة. رأيي أنا الشخصي هنختصره كده في 10 ثواني، أن البي سي دبل اي ممكن يبقى منتج ترفيهي أكتر من أنه هو منتج ذو قيمة حقيقية أو فايدة حقيقية، إلا في حالة واحدة بس، لو أنت ما بتاخدش البروتين انتيك بتاعك كامل، ما بتاخدش القيمة اللي جسمك محتاجها من البروتين بشكل يومي كامل. في الحالة دي ممكن أقول لك البي سي دبل اي هينفعك كويس جدا، لكن غير كده أنت ممكن تستخدمه هو في الاول والاخر زي ما احنا قلنا اسمها مكملات، ممكن تستخدمه كشيء تكميلي تيست معين. هو انا عن نفسي بيخليني اشرب مية كتير، يعني لما بستخدمه كتيست او مذاق لتغيير المية او تغيير طعم المية بيخليني اشرب مية كتير. لو في العادي بشرب 3 لتر ممكن اشرب في اليوم اللي بحط فيه البي سي دبل اي مثلا على المية ممكن اشرب 5 ممكن اشرب 6 خصوصا وقت التمرين. ده رأيي في البي سي دبل اي، وكمان ان شاء الله انتظروا لما اجربه واجرب طعم الووتر ميلون هبقول لكم رأيي. انا جبت علبتين عامة، دي بتبقى 30 سيرفينج 30 جرعة في البي سي دبل اي ده، وجبت طعم تاني اللي هو فروت بانش او الفاكهة الحمضية. قريت الريفيو بتاع الطعم لقيته كويس، ده 30 سيرفينج وده 30 سيرفينج. وطبعا ما انساش ان انا اقول لكم ان انا ليا حلقة كاملة عن البي سي دبل اي، هتلاقوا اللينك بتاعها ظاهر فوق دلوقتي، بتكلم فيها عن الاحماض الامينية البي سي دبل اي واهميتها او ممكن تنفعنا بايه و درجة أهميتها لجسم الإنسان أو للرياضي بصفة خاصة. المنتج اللي بعد كده هو الأوردر اللي زعلني عدم حضوره مع الأوردر الثالث اللي عملته موقع اي هيرب، ومش هنخوض في تفاصيل كتير، اتفرج على الفيديو الظاهر دلوقتي فوق، هو بيتكلم عن الأوردر الثالث اللي عملته موقع اي هيرب والمنتجات اللي تم استرجاعها وزيادة أسعار الجمارك والتخليص الجمركي والقصة دي كلها، اتفرج على الحلقة دي هتفيدك جدا. وهو منتج الزنك شركة سنتري 21، شركة جربتها في المغنيسيوم وجربتها في الميلاتونين وحسيت ان هي شركة كويسة، فتشجعت ان انا اجيب منتج الزنك بتاعهم. تركيز الحباية الواحدة 50 ملي جرام. الزنك مش هنتكلم في اهميته كتير قوي، انت ممكن تدور على جوجل عشان خاطر مطولش في وقت الحلقة، ولكن هو مهم جدا للرياضيين ومن العنصر الاساسي في مكملات التستوستيرون بوستر او محفزات التستوستيرون، مهم جدا للرجالة وخصوصا المتجوزين منهم. بيساعد على حاجات كتيرة قوي في الاستشفاء العضلي، وبيساعد على يعني الهدوء والتمهيد لمرحلة النوم، انه بيساعدك انت تخش في النوم. فده الزنك باختصار، تركيز الحباية الواحدة 50 ملي جرام. في مصر هنا كان عندنا منتج وما زال موجود ولكنه ناقص بقاله فترة طويلة قوي في السوق، وهو فيتا زنك، كان تركيز الحباية بتاعتها 25 ملي جرام زنك، بالاضافة ان هو كان داخل فيه حاجات تانية تقريبا فيتامين اي، ولما بتاخد فيتامين اي مع الزنك بتركيزات كبيرة بتحصل مشاكل. فالزنك ده المنتج دوت يحتوي على زنك فقط، بالاضافة ان زي ما قلت تركيز الحباية الواحدة 50 ملي جرام، يعني بمقام حبتين من المنتج الفيتا زنك. ومش هقول لكم على سعره دلوقتي، خلي سعره لما اخش بقى في نقطة او جزئية الاسعار هتندهشوا قوي من سعره، ازاي ان ده
تركيزه أعلى وعدد حبات أكتر، ويمكن هتلاقيها أوفر في الآخر. المنتج اللي بعد كده في الأوردر ده يا جماعة، وهو البطل ده، بسم الله ما شاء الله، كومبات هو فعلا كومبات 100% ايزوليت، واي بروتين 100% ايزوليت. خلينا الاول بس نتكلم ايه هو الايزوليت، و يعني ايه ايزوليت. الايزوليت في المنتجات البروتين يعني بيبقى معزول، بروتين فقط، بيبقى زيرو كارب، ما فيهوش اي نسبه كارب خالص. طيب هتقول لي ده يفرق ايه مثلا على الواي بروتين جولد ستاندر؟ هقول لك الجولد ستاندر في نسبه من الكربوهيدرات، وبتختلف كمان وبتعلى عند بعض الاطعمه. يعني مثلا هتلاقي في طعم الفانيليا مثلا، انا مش متذكر قوي، ولكن هتلاقي السكوب الواحد بيحتوي على 3 جرام بروتين 3 جرام كربوهيدرات. في ريتش شوكليت هتلاقي مثلا بيحتوي السكوب الواحد على 2 جرام كربوهيدرات، وهكذا، بتختلف من الاطعمه. ولكن المقصد عموما ان هو بيبقى فيه كربوهيدرات، بيبقى فيه شوجر، بيبقى فيه سكر. طيب في بعض الانظمه زي مثلا كيتوجينيك دايت او البي اس ام اف بنقطعين فيها كربوهيدرات خالص، وما بناخدش اي حاجه فيها نسبه سكر خالص. في الحاله دي اقدر اقول لك ان اختيار الايزوليت او منتجات الواي بروتين الايزوليت المعزوله بتكون هي الاختيار الافضل ليك، زي المنتج بتاع الكومبات ماسل فورم، المنتج ده. طبعا هتلاقوا اللينكات بتاعت المنتجات كلها تحت في صندوق الوصف بالكود الخاص بالخصم. الكود دوت لما بتيجي تشتري في الاخر وتدفع على موقع اي هيرب، بتدخل الكود دوت بينزل لك خصم 10%. خلينا الاول عايز اكلمكم شويه عن المنتج بتاع ماسل فارما ال 100% ايزوليت، وليه هو بالذات. زي مثلا، طب ليه انا ليه مش اشتريتش مثلا ايزومية؟ برضو منتج ايزوليت ممتاز جدا. وليه اشتريت الكومبات بتاع ماسل فارما؟ اول حاجه سعره بالنسبه لجودته وبالنسبه للمعلومات اللي انا هذكرها لكم دلوقتي، سعره كويس جدا ويعتبر سعره رخيص. تاني حاجه، السكوب الواحد بيحتوي على 24 جرام بروتين، وزي ما قلنا 0 جرام شوجر و0 جرام كارب. والمفاجاه بقى اللي هنعمل بيها بوم في المنتج دوت، وهو ان السكوب الواحد بيحتوي على 100 كالوري فقط، 100 سعر حراري فقط. انا بصراحه ما شفتش منتج ايزوليت واي بروتين بيحتوي السكوب بتاعه على 100 كالوري قبل كده خالص. يمكن يعني ده اول منتج اشوفه بالشكل ده، 100 سعر حراري في السكوب، يعني حاجه قليله جدا جدا جدا، بالذات الناس اللي بتمشي على دايت قليل السعرات الحراريه هيكون مفيد ليها قوي. نسيت اقول لكم ان هو بطعم الشوكليت ميلك، مش عارف، دايما بحب اجيب الشوكليت، منتجات الشوكليت. خلينا نخش على باقي المكونات. زي ما قلنا هو الكالوريز في السكوب الواحد 100 سعر حراري فقط، الفات 0 جرام. بعض منتجات الايزوليت لبعض الشركات، وانا بقول ايزوليت، بعض الشركات بتعمل منتجات ايزوليت بيكون فيها نسبه فات. طبعا هو بيبقوا قاصدين بالايزوليت هنا ان هو زيرو كارب، زيرو شوجر، ولكن ايه المانع ان انا اشتري منتج يكون كمان زيرو فات؟ فبصراحه انا منبهر جدا بالمنتج ده، ان هو زيرو فات، زيرو كوليسترول، 50 ملي جرام صوديوم، 150 ملي جرام بوتاسيوم، والافضل طبعا ان البوتاسيوم يبقى اعلى من الصوديوم. توتال كربوهيدرات 0 جرام، 0 ديرتي فايبر، 0 شوجر، 0 بروتين، 24 جرام كالسيوم، 8% من القيمة اليومية اللي جسمك ممكن يكون يحتاجها. تمام، ده الحاجات او النوتريشن فاكتس بتاعته، مش هنتكلم او نطول اكتر من كده. طبعا الكونتينر دوت بيحتوي على 81 جرعة، 81 سكوب. يبقى من ضمن المزايا اللي خلتني اختار المنتج دوت سعره 2 ايزوليت
وايزوليت كمان ايه فات وايزوليت كربوهيدرات. ورقم ثلاثة ان الكونتينر فيه 81 سكوب، هيقعد معاك 81 جرعة. يعني لو خدت كل يوم مثلا منه جرعة مثلا، يعني هيقعد معاك 81 يوم. فما شاء الله، يعني عايزين ايه اكتر من كده. طيب ندخل دلوقتي في الاسعار، وهذكر لكم الاسعار بالدولار عشان خاطر تكون معروفة بالنسبة لكل الناس وكل البلدان. المصر فارما كومبات اللي هو الايزوليت منتج واي بروتين سعره 47 دولار، 47 دولار 34 سنت. منتج الزنك سعره 2 دولار و20 سنت، 2 دولار و20 سنت، يعني بالمصري بتاريخ النهاردة، او يعني خلينا نقول بتاريخ كمان اللي انا اشتريت فيه، كان دلوقتي الدولار نزل، لكن بالتاريخ اللي انا اشتريت فيه يعني حوالي عامل مثلا 37 جنيه ولا حاجة، 37 جنيه. افتكر ان سعر الفيتا زنك المصري سعره 30 جنيه، زي ما قلنا ان ده تركيزه اعلى، تركيزه اعلى وعدد الحبات فيه اكتر، ومعزول زنك فقط بدون اضافة اي شيء تاني. خلونا نكمل. المصل فارما اللي هو البطيخ سعره 10 دولار 27 سنت، واللي هو المصل فارما الفاكهة اللي هو كوكتيل الفاكهة البي سي دبل اي سعره 10 دولار 63 سنت. التوتال عاملين 70 دولار 45 سنت. ديسكاونت، مخدتش ديسكاونت المرة دي، كان عندي في اللي هو الشحن 9 دولار 54 سنت، يبقى توتال الفاتورة 79 دولار 99 سنت، 79 دولار 99 سنت، قولوا 80 دولار، توتال الفاتورة 80 دولار. نيجي على الورقة بتاعت دي اتش ال والتخلصات بتاعتها للجمارك من ساعة ما الحاجة وصلت مصر. طبعا لو انت عايز تعرف التفاصيل بالظبط وايه اللي بيحصل من ساعة ما الحاجة وصلت مصر، اتفرج على الحلقة الاولانية، اول اوردر انا عملته، هتلاقي اللينك ظهر فوق دلوقتي. خلونا في الاوردر بتاعنا النهاردة، والجمارك كانت 197 جنيه. طبعا انا مش عارف احول هنا الاسعار للدولار، مكتوبة قدامي بالمصري عشان خاطر ما اطولش عليكم. الجمارك 197 جنيه، وضريبة القيمة المضافة 406. للتذكير مرة تانية ان ضريبة القيمة المضافة بتبقى 14%، والجمارك بتاعت المكملات بتبقى 5%. كاستومز فورمال 7 جنيه، مش عارف دي ايه. طيب خليني اذكر لكم الحاجات بس اللي هي ممكن تكون مهمة، في حاجات هتلاقيها ب10، في حاجات هتلاقيها ب20، دي مش هتخش في تفاصيلها. تمام. في حاجة يقول لك زي مصاريف اخرى برضو، البند ده بيبقى مبهم شوية، 170 جنيه. الارضيات 128. في الامبورت او اعادة رص المنتجات او مش عارف 20 جنيه، زي ما قلنا دي بتبقى حاجات بسيطة. نيجي بعد كده الحاجة اسمها فورمال كليرانس، دي بتبقى هنا 650 جنيه. الفورمال كليرانس ديت يعتبر اكبر مبلغ موحد متاخد، دي بتبقى شاملة. انا لما سألتهم قالوا لي ديت بتبقى عبارة عن مصاريف الكشف او العرض على الاغذية والعرض على الصيدلة، العرض على الأغذية والعرض على الصيدلة، وكمان مصاريف دي اتش ال، تخليص دي اتش ال. يعني العرض على الأغذية انا فاكر لما سألتهم كان بيبقى في حدود من 200 ل 300، والعرض على الصيدلة بيبقى في نفس الكلام، اجمعهم انت بقى مثلا 400 جنيه، والباقي 650 بتبقى هي مصاريف دي اتش ال او مصاريف العمولة، او ان هم يعني خلصوا لك الاوردر دوت او الشحنة ديت. يبقى قلنا التوتال 650 جنيه. في الدفع المقدم، الدفع المقدم ده ان انا بقول لهم، هم بيبلغوني بمبلغ، بيقول لي مبلغ كله كذا، هتروح الشركة تدفع وبعد كده تروح تستلمها من الشركة، ولا هتحب احنا ندفع لك الاول ونجيبها لك لحد البيت. فانا دايما بختار ان هم يدفعوا لي ويجيبوها لي لحد البيت، فدي بتبقى زيادة تكلفتها 150 جنيه.
في بقى حاجة جديدة انا لاحظتها في اخر اوردرين، وهي ان في جمارك بتضاف على مصاريف او خدمة دي اتش ال نفسها، هي 14%. 14% بتضاف على مصاريف دي اتش ال نفسها او الخدمة بتاع دي اتش ال نفسها، وهنا جاية قيمتها 132 جنيه. فاصبح المطلوب دفعه في الاخر لحد باب البيت هنا، لحد الحاجة ما توصلني، 1870. خلينا كده نعمل حسبة بسيطة. لو قلنا زي ما قلنا ان الاوردر تكلفته 80 دولار، هنضربهم في سعر الدولار بتاريخ النهاردة، هيبقى 16 جنيه مثلا، نقول 65 يساوي 1332. يبقى المنتجات نفسها على موقع اي هيرب ب 1332، هنقول زائد المبلغ اللي خدوه دي اتش ال 1870 يعني التوتال 3202، نقول 3200. يبقى الحاجات ديت من امريكا من اول اي هيرب لحد باب البيت كلفت 3200 جنيه مصري. طيب لو جينا عملنا اعادة تقييم للمنتجات ديت، ده قلنا منتج ايزوليت تمام. دايما الايزوليت بيبقى اغلى. لو سألنا النهاردة على منتج مشابه زي ايزومية مثلا في مصر، هنلاقي ممكن سعره بيعدي الالفين جنيه، بيعدي الالفين جنيه. ده بالاضافة كمان ان هو ده 81 جرعة، والايزومية مش بيوصلش الرقم ده، بيبقى حاجة و70 جرعة، فده يعتبر اوفر ويعتبر سعره اقل بكتير. يبقى لو قيمنا دوت، مش هقول لك ان هو سعره زي الايزومية 2000 جنيه، هنقول هنعتبر سعره مثلا 1800 جنيه او 1900 جنيه مصري. لو اتحسب هنا في مصر او اتباع هنا في مصر، هيتباع ب 1900 جنيه مصري. منتج البي سي دبل اي بتاع مصر الفارما ده 30 سيرفنج. لو دورنا في شركات مشابهة هنا في مصر، هنلاقي ان ال 30 سيرفنج دي بتتباع هنا في مصر من منتج بي سي دبل اي من 600 ل 700 جنيه، من 600 ل 700 جنيه. هنحسبه على 600 جنيه، يبقى ده 600 وده 600، يبقى الاثنين دول 1200. الزنك دوت انا لقيت واحد على الفيسبوك عرضه، وكان عرضه للبيع، وبعت له قلت له كام سعره. طبعا هو ما يعرفش ان انا عندي تشانل على اليوتيوب، او ان انا ليا تجربه سابقه مع اي هيرب شراء المكملات من الخارج. فهو قال لي طبعا بتلقائيه ومصداقيه جديده جدا، قال لي سعره 300 جنيه، كان عايز يبيعه لي ب 300 جنيه. طبعا قلت له شكرا حياك الله. يعني هو على اي هيرب 37 جنيه وهو عايز يبيعه ب 300 جنيه. فانا اعتبر ان الراجل دوت بيبالغ قوي، وهنحسب سعره ب 250 جنيه. يبقى نحسب القيم بتاعت الحاجات دي كلها. قلنا الواي بروتين هنحسبه ب 1900 زائد 1200 بي سي دبل اي زائد 280 الزنك، هيساوي 3380 جنيه لو الحاجة ديت كنت اشتريتها من مصر هنا. طبعا مش هنقارن بقى ان انت لو اشتريتها من مصر او اشتريتها داخليا من داخل بلدك من الستورز الموجودة او من اي تاجر، عن ان انت لو جبتها من امريكا او من اي هيرب دايركت مباشرة. يعني اتكلمنا قبل كده كتير في الموضوع دوت، جودة التخزين، التأكد والاطمئنان والراحة النفسية ان الحاجة اصلية 100%، والراحة النفسية في ان الحاجة متخزنة بشكل كويس وشكل جيد، فانت ضامن جودتها وضامن فعاليتها معك. وفي الاخر برضو يبقى اسمك وفرت حوالي 180 جنيه. حتى لو كنت اشتريتها من هنا من مصر، كنت يبقى اسمك هتدفع زيادة 180 جنيه. ده بالاضافة كمان ان احنا قلنا
من اهم المزايا ان الحاجه دي مش موجوده اصلا هنا في مصر. يعني المنتج بتاع المصل فارما الواي بروتين مش موجود. منتج البي سي دبل اي دوت لو لقيته مش هتلاقي بالنكهات كلها اللي انت ممكن يبقى قدامك 7-8-10 نكهات موجودين. منتج الزنك بالتركيز دوت مش هتلاقيه ومش موجود. والمصري منتج الزنك المصري بجودة اقل وكواليتي اقل وتركيز اقل ويمكن نفس السعر. على فكرة يا جماعة انا الحلقة دي بسجلها بتاريخ 25/6/2019، يعني بعد قرار زيادة اسعار الجمارك. يعني الاسعار اللي انا قلتلكوا عليها وببلغكوا بيها دلوقتي ديت، وان احنا طلعنا الحمد لله موفرين برضو 180 جنيه في الاخر من لو كنا شارين الحاجة دي من مصر، ده برضو بعد زيادة اسعار الجمارك. لو عايز تعرف يعني ايه زيادة اسعار الجمارك وايه الكلام اللي انا بتكلم فيه ده، اتفرج على الاوردر اللي فات، الاوردر الثالث من موقع اي هيرب، هتلاقيني ذاكر بالظبط ايه اللي حصل في موضوع زيادة الجمارك. يعني الحمد لله في الاول وفي الاخر برضو يعتبر حتى لما زادت مصاريف الجمارك والمصاريف الجديدة المبهمة شيئا ما في دي اتش ال اللي هو الضريبة المضافة على دي اتش ال سيرفيس اللي هي 14%، دي انا مش فاهمة ايه لازمتها بصراحة، اللي هي كانت هنا عاملة 132 جنيه يبقى بالنسبة لنا برضو اوفر في الاخر. ممكن كمان كنت توفر اكتر لو انت مش عايز ان انت تدفع 150 جنيه بتوع الدفع المقدم، كنت انا ممكن اروح ادفع في الشركة، بس بالنسبة لي كان وضع صعب شوية عشان مواعيد شغلي وغير متوافقة مع مواعيد شركة بتاع دي اتش ال، شركة دي اتش ال. فانت ممكن توفر وما تدفعش يعني في البيت وتروح تستلمها من الشركة وتوفر كمان 150 جنيه، يعني هتلاقي نفسك موفر حوالي ازيد من 300 جنيه لو كنت اشتريت الحاجه دي من مصر. يعني كده يبقى خلصنا الريفيو عن الاوردر الرابع من موقع اي هيرب من شراء المكملات الغذائيه من امريكا مباشره لحد باب بيتك. زي ما قلت وباكد ان هتلاقي الروابط بتاعت المنتجات اللي انا جبتها المره دي موجوده تحت في صندوق الوصف، بالاضافه لروابط منتجات تانية انا برشحها للناس ان هي تستفيد منها ومن الخصومات اللي موجوده عليها. وكمان لو عندك اي استفسار او اي تعليق ليه علاقه بحلقه النهارده او شراء المكملات من اي هيرب اكتب لي تحت في التعليقات وان شاء الله هكون موجود للرد عليك. اشوفكم ان شاء الله على خير. السلام عليكم.